بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذا المباشر من قناتكم قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، برنامجكم برنامج مفاتيح المسائي اليومي. إذا مشاهدينا نواصل دائما في محور الأسبوع بناء الإنسان وعمار الأسرة المسلمة، وموضوع اليوم بحول الله سيكون حول صناعة الابن البار وأثر التنشئة الصحيحة في الأسرة. هل يصنع الابن البار وكيف السبيل إلى ذلك؟ ما هي أهم التوجيهات والنقاط التي نستقيها من الكتاب والسنة لأجل ذلك؟ كيف نقاوم في زمن التكنولوجيات لإخراج ابن بار؟ كل هذه الأسئلة مشاهدينا نحاول الإجابة عنها في هذه الأمسية. نسأل الله تعالى أن تكون أمسية ناجحة ونافعة ورافعة وشافعة بحول الله تعالى. إذن أرقامنا الهاتفية تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى لتلقي اتصالاتكم. اسمحوا لي مشاهدي الكرام باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ عبد الرزاق إبزيز، مفتش التوجيه الديني وتعليم القرآن بالبليدة. السلام عليكم أستاذ. حياك الله الأخت إيمان وجزاك الله خيرا على هذه الاستضافة، وتحية عطرة أزفها للقائمين على هذه القناة متمنيا لهم التوفيق والسداد في كل ما يقدموه من برامج، وأسأل الله النفع العميم للمشاهدين الكرام، وأتشرف بوجودي معكم ومستعينا بالله عز وجل لأداء ما استضفت لأجله على أكمل وجه. بوركت أستاذ، شكرا لك على تلبية الدعوة ونورتنا في البلاطو. نبدأ أستاذ في التساؤل حول ما هو البر الذي نبحث عنه لأبنائنا، كيف نريدهم بارين بنا؟ هل البر يتوقف عند الوالدين أم أنه يمتد إلى الأسرة إلى المجتمع أيضا؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن نعم الله عز وجل علينا تتجدد وآلاءه علينا تتأكد وتتردد، ومهما بلغت أيها الإنسان لأداء واجب هذه النعم فإنك لن تؤدي حقها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الرزق، نعمة الوجود، نعمة السكن، نعمة العافية، لكن أعظم نعمة وقد يغفل عن شكرها الكثيرون نعمة الولد. هذه النعمة التي سماها الله عز وجل هبة، هذه الهبة أو العطية الربانية يقول الله تعالى عنها: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هذه النعمة التي حبان الله عز وجل بها واجبنا نحوها كبير وكثير، حتى ننشئ نشأ يحمل المشعل في المستقبل لابد أن نتحمل المسؤولية، وتحمل المسؤولية مأخوذ من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد حتى ننجح في مسؤوليتنا تجاه هؤلاء الأبناء لا بد أن نربيهم أحسن تربية، وحتى يصلوا إلى واجب البر الذي هو قد أوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم. البر كما يعلم في اللغة، البر هو التوسع، التوسع في الفضل والعطاء والإحسان. ونقصد بالبر عموما عند إطلاقه أو المعهود بر الوالدين الذي أكد عليه القرآن وأكدت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بذل الوسع في الإحسان إلى الوالدين وعمل المستحيل من أجل إرضائهما، والسعي في مأكلهما، في ملبسهما، في مشربهما، في علاجهما، في كل ما يحتاجان إليه. وهل يتوقف ذلك البر الذي لا يتوقف عند الأبناء عند الأولياء، أم أن يكون ذلك الطفل فردا صالحا في المجتمع أستاذ؟ البر يشمل كل من له حق عليك، ينطلق من الوالدين. يعني أول من يجب عليك أن تبره ما من كان سببا في وجودك اللي هو أبوك أو أمك، ثم
ينطلق إلى الأقربين الآخرين، الأجداد، الجدات، الآباء، الإخوة، الأخوات، الأعمام، العمات، وهكذا دواليك الأقرب فالأقرب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك شيخنا. وتساؤل آخر أيضا، في السيرة النبوية الشريفة وفي سيار السلف الصالح أيضا العديد من القصص المفيد لتنشئة الأبناء، كيف نفعل هذه القصص في حياتنا أستاذ لنربي عليها أبناءنا حتى تساعدنا هكذا في تربيتهم على البر وتربيتهم على تقديم الأفضل حتى يكونوا هكذا أفراد صالحين في المجتمع؟ بالنسبة لطريقة إنشاء الابن البار أو الابن الصالح الذي يسعى إليه كل إنسان، وهو مطلب الصالحين قبلنا، ربي سبحانه يقول على لسان سيدنا إبراهيم عليه السلام: نعم. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. سيدنا زكريا عليه السلام كان أيضا مطلبه: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهذا مطلب عظيم يتمناه كل أب وكل أم وكل من حباه الله عز وجل بوجود الذرية، التي قلت أن إعطاء الذرية هي نعمة ربانية، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كيف نفعل القصص، قصص السابقين وقصص الصالحين وقصص الأنبياء وقصص سلف هذه الأمة في تعاملهم مع أبنائهم؟ كيف نفعله؟ بقراءة سير هؤلاء الصالحين، بدراسة أقوالهم، بالتقعيد لما وضعوه لنا من قواعد من أجل أن نستفيد منها في توجيه أبنائنا. وأستاذ أيضا في ظل التكنولوجيا وظل يعني الازدحام التكنولوجي الذي نعيشه اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي اقتحمت البيوت، اقتحمت الحياة، وربما نغصت على العديد حياتهم ونغصت على الأولياء تربيتهم لأبنائهم وشاركتهم في التربية. كيف نفصل أستاذ، وكيف تؤثر هذه الوسائط على تربية أبنائنا تربية بارة وتربية خيرة؟ أهم شيء الذي ينبغي أن يعلم أن التربية ليست هي توفير المأكل والملبس والمشرب والعجاج والسيارة أو المرافق التي يحتاجها هذا الولد. التربية شيء أرقى وأسمى، التربية رعاية وصيانة وتفرغ تام في توجيه هؤلاء الأولاد. إن لم نتفرغ لأبنائنا التفرغ التام فلن نوفق في إنتاج وصناعة هذا الابن الصالح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن التوجيه الأول يكون للآباء. هذا الإناء الفارغ ينبغي أن يملأه الأب وتملأه الأم. إن لم يملأه الأب والأم بالتوجيهات وبالمبادئ والقيم، هنا يملأه غيرنا ممن قد لا نثق في ما يضع في جعبة قيم هذا الولد أو البنت. فلا بد أن نكون على حذر، ولا بد أن نكون خاطرين إلى ما يحاك ضد أبنائنا وبناتنا. الآن نسمع ما يسمى بما بعد الحداثة، ما بعد الحداثة، إلغاء القيم، التشكيك في كل ما هو ديني، التشكيك، يعني حياة الفوضى وحياة التي ليست لها مرجعية لا في دين ولا في كتاب ولا في سنة ولا في قيم، ويبقى الإنسان هكذا يعيش كالبهيمة. هذا الذي يريده أعداؤنا لأمتنا، وهذا الذي ينبغي أن نتفطن له وأن نكون على دراية بطريقة مواجهته. بارك الله فيك. الله يبارك أستاذنا فيك. وسنواصل في هذا الموضوع، ولإثراء النقاش أكثر نشاهد روبورتاج أعدته لنا الزميلة ابتسام مساهل حول صناعة الابن البار وسط التحديات التكنولوجية، ونعود بحول الله. وعد الله البارين بآبائهم وأمهاتهم بالخير الكثير في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. كاميرا قناة القرآن الكريم زارت عائلة شيبي بالجزائر العاصمة، عائلة تسعى جاهدة لغرس قيمة البر في أبنائها.
وسط التحديات التكنولوجية اليوم. سيدة فريك فايزة، أم لثلاث أطفال، بنتين وولد. كأي أم نحافظ على تربية الأولاد بالدرجة الأولى. دوكا مع التكنولوجيا والحاسوب والتلفاز والهاتف النقال، شغل ولا شاغل، شغلهم الشاغل، شغل سيطر مام على العقل الطفل. أنا بالدرجة الأولى نحب نحافظ على أولادي من هذا الآفون. ازرع خيراً تحصد براً. إن الطفل الصغير كيقول جدو صباح الخير ولا يسلم عليه، هو بالنسبة ليه رايح يفرح إنه الطفل الصغير يقوم بهذا الشيء. أنا والحمد لله أنا أولادي شافوني مع المعاملة تاع الوالدية وخاصة الأم، إني ما كنتش نرفع صوتي عليها، كان احترام بيني وبينها. فدوكا كاين أب الزوج، بالزوج وربي يطول في عمره إن شاء الله، شغل في مقام الوالد هو، وشغل أنا نشكره وهو في مقام الوالد إنه راهو مساعدني في كلش، في ما في تربية الأولاد مساعدني فيهم. هما راهم حاسين تاني إنهم والدهم، إنهم جدهم، إنهم يعاملوا يشوفوني كي نعامل معاهم تاني، يقولوا لي ماما علاه ديري الجدو هكا وعلاه. كلهم هذه هي طبيعة الحياة، أنك تعامل الكبير بالإحسان، ما تزعف عليه، ما تعيط عليه، ما تقولوش باغ اكزومبل يقول لك مثلا يقول لك جيب لي هذيك الحاجه، يقول له ما نجيبهاكش. لا، ماما تحب تعامل جدي باحترام وتحبه بزاف، وهو تاني كيحبها بزاف ودير له كاع واش يحب. اللجوء الى الله سبحانه وتعالى سواء في الغضب او الفرح او اي حاله، انا دائما نحاول اني ما نغضبش عليهم، نخليهم دائما، نخلي دائما هذاك الحوار بيناتنا. نحب ننصحهم ان الدراسه لهم هما، التحدي الكبير اللي نقوم به انا والزوج ان نملؤ الفراغ تاع الاطفال، ما نخليوهمش الوقت الفراغ يشدوا التليفون ولا يروحوا للتلفاز ولا. نحب الوقت الفراغ هذاك نملؤه سواء بالقرآن الكريم، نديهم للجمعيات، يشغل نعطي لهم الوقت، ماشي يحفظ هنا برك في الدار. نحب هذاك السير تاع الطريق وقت هذاك تاني رايح يضيعه، شغل الفائدة تاعه هو. إن ربك لا بالمرصاد، كلا منا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ماما تاني تعاوني كما أنا نعاونها، تعاوني تحل معايا تمارين، دي لي عملية نحلهم، تخليني نقرأ قرآن، وتخليني نقولها نحب ندير عفصة قد تخليني نديرها. خمسة ضرب ثلاثة يساوي 15. دائما دعاء بالهداية، وإن شاء الله ربي يحفظهم ويوصلهم إن شاء الله يا رب للأعلى المراتب يا رب، في حفظ القرآن ولا في حياتهم اليومية في الدراسة. رزقنا الله وإياكم بر أبنائنا وجعلهم قرة أعين لنا. أمين. ابتسام سهل، شكرا لك على هذا الروبورتاج وهذه الأسرة الخيرة، يعني مثال جيد جدا للأسرة الجزائرية المسلمة التي تتمثل بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وقيم القرآن الكريم. بارك الله فيك. ينضم إلى بلاطو مفاتيح الآن الأستاذ شعيب عبود، مختص التنمية البشرية. السلام عليكم أستاذ، أهلا ومرحبا بك. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيد جدا لوجودي معكم، شكرا على الاستضافة. فقط للتصحيح، أستاذ شعيب عبود أستاذ مكون في التعليم الثانوي ومستشار تربوي
وتعليمي. بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ. نتساءل في البداية، هل الابن البار هو صناعة؟ هل يصنع في الأسرة؟ والله سؤال ممتاز، والعنوان كان أيضا جميل وجليل ما شاء الله. نعم، اليوم مع العالم اليوم يؤمن بالصناعة أصلا، وصناعة الإنسان ليست غريبة على المجتمع الإسلامي عامة والمجتمع الجزائري خاصة، لأن مؤلف معادلتها هو فيلسوف الحضارة مالك بن نبي، هو الذي تحدث عن صناعة الإنسان. فاليوم العالم يصنع الإنسان. قبل يعني سنوات كان واتسون أحد علماء التربية وهو فيلسوف أيضا يقول اعطيني 10 أبناء أصنع لك منهم القائد والطبيب والمعلم. ونعم، فالأبناء يصنعون ويسقون أمثهم مثل النبتة، النبتة التي يعني تسقى ويعتنى بها، تسقى بالماء. والفلاح هو الوالد والوالدة الكريمين حفظه الله سبحانه وتعالى، فهم يصنعون. نعم. نعم أستاذ، أيضا لو نوجه الأولياء أباء الأمهات إلى أهم النقاط التي يجب الانتباه إليها في صناعة هذا الطفل. نعم، ممتاز. أول شيء هو الشاب المسلم لما يريد أن يكون أسرة ويفكر في الزوجة والعائلة، فهنا يبدأ إعداد الأبناء، وذلك باختيار الزوجة الصالحة التي تنجب ولدا صالحا تربي له الولد. والأم مدرسة، إن أنت أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، كما يقول أمير الشعراء أحمد شوقي. فأول شيء يعني اختيار الزوجة، والزوجة تختار الزوجة الذي تريد أن تنجب منه ولدا صالحا، حتى يعني لا، هو خطاب ثنائي للرجل والمرأة، فالرجل يختار الزوج والزوجة، والزوجة تختار زوجها. ثاني شيء نقول تقوى الله سبحانه وتعالى. ف يعني البيت الذي يبنى على تقوى الله سبحانه وتعالى فقد وضع على أساس متين. هذه الأسرة التي يحكمها شرع الله سبحانه وتعالى فيها الخير، فيها الإحسان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة الموجودة في البيت هي أهم بيئة إيجابية للطفل الذي نريد أن نصنعه. بعد ذلك يعني، وهنا في التقوى يدخل الدعاء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فيدخل الدعاء، تدخل يعني وضع جو إيماني في البيت، جو إيماني، مثلا صلاة جماعة، قراءة حزب جماعة، يعني الحزب جماعة في البيت، أذكار، أحاديث، جلسات عائلية، جلسات محاسبة، ولدي ماذا فعلت، ماذا قدمت، ماذا كذا. هذا الجو الإيماني يعني يساعد كثيرا على تكوين هذا الولد وصناعة الولد الصالح. أيضا نقول اليوم العلم، نحن أمة العلم، نحن أمة اقرأ، اقرأ باسم ربك. التربية لم تعد هكذا سبهللة واختلف الجيل. نحن آباؤنا وأمهاتنا ربي جزيهم، يعني نبعث لهم أرق وأجمل تحية، ربي جزيهم، وأدبوا وتعبوا وجدوا، لكن اختلف الزمن. هذا الزمن يتطلب علم، الجيل اختلف. الجيل اليوم يكبر على الهاتف الذكي، يكبر على الانترنت، يقرأ ويشاهد ما لا يتصوره الوالدين. فلذلك العلم، فالتربية علم، ليست هكذا فقط. فنقول للوالدين اقرأوا، تعلموا، اسألوا. فمثلا الأب يعرف طبيعة الطفل الصغير، هناك أمور سلوكات لها علاقة بالجانب الصحي، هناك دراسات سلوك نفسية ودراسات اجتماعية. نعم، حتى الجانب، في بعض الأحيان الجانب الجسمي يؤثر على النفس، الجسم يؤثر على النفس والنفس تؤثر على الجسم. فنقول تعلموا، اعرفوا مراحل. مثلا أنت الآن مرحلة الطفولة الأولى، تعرف شيء مراحل الطفولة الأولى، وشيء الطفل، وشيء لازمه، وش كذا وش كذا، وهكذا خصوصيات. نعم مرحلة. نعم، مثلا في فترة الفتوة أو بين قوسين، أنا لا أحب أن أسميها المراهقة، هي في علم النفس التربوي تعرف بالمراهقة، لكن المصطلح الإسلامي أو القرآني أو النبوي هو الفتى والفتاة، ففتية الكهف.
فنعرف خصائص هذه المرحلة. مثلا الطفل الصغير من خصائصه أنه يحب الحنان. تصور أب لا يضم ولده، أم لا تضم ولدها، لا تقبله، لا تقول له أحبك يا ولد، المجتمع الجزائري ذلك بر بالأبناء. نعم، فنعم، لذلك إثبات الشخصية. لذلك في بعض الأحيان يقصر الآباء كثيرا، وبعد ذلك يقولون ولدي عاق. وهنا نقول لهم في بعض الأحيان ما قاله عمر بن الخطاب: عققته قبل أن يعقك. لما جاءه يشتكي عقوق ولده قال عمر بن الخطاب، يعني أوتي فراسة، اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. قال: ما اسمك؟ قال: جعل. وبعد قال: لماذا أنت عاق؟ فسأله قال: سماني جعلا ولم يختر لي والدة، اختار لي ما عبدة وكذا. فقال له عمر: عققته قبل أن يعقك، أنت يعني أخطأت في كثير في اختيار الزوجة، جميع في اختيار الاسم. الاسم مهم جدا. نعم. لما يعني فترة الحمل، اهتمام بالأم، اهتمام بحالتها النفسية. احنا جدودنا يهضروا على الوحم، وبعد لقوا في علم النفس باللي عنده علاقة بالكآبة والحزن والقلق اللي ممكن يكون في المرأة أكثر منه عنده علاقة بالطعام. امتداد الحزن إلى الجنين يمتد، فيبدأ الاعتناء هكذا، وهكذا يعني تمشي الأمور. فالعلم النقطة الثالثة، العلم، اقرأوا وتعلموا. اليوم العلم موجود، عمي جوجل يعني كما يقولوا شيوخنا فيه كلش. بكري احنا كنا أطفال صغار نشوفوا اسألوا لبيبة، الآن نقولوا اسألوا جوجل، كل شيء موجود، اليوتيوب، دورات بالمجان من مراكز معتبرة، مشاهدة هذه البرامج على قناة القرآن اللي راه منورة الجزائر كامل ومنورة الأمة إن شاء الله. فهذه الأشياء مفيدة جدا، السماع للمختصين، الاستشارة في حالة التعسر، نديه ابني المستشار أسري، نديه البسيكولوج، نديه المختص. فهكذا يعني. ثم بعد العلم نقول احنا عندنا في الإسلام في بداية التربية عندنا سنوات السبع، ثم سبع، ثم سبع، أدبه لسبع. هنا يعني التأديب، عملية نتجنب افعل ولا تفعل. في بعض الأحيان الطفل يفهم افعل يعني لا تفعل افعل. فالأفضل أن نتجنب لا تفعل هذا، إنما نبين الأسس، نبين، نشرح له ما هو الله سبحانه وتعالى وفق تصوره، وفق ما يهم. ما هو الصدق، ما هو وفق تصور البصر. أستاذ، أنه الأمر يتم العكس تماما، الأمور تتم بالأمر، بفعل الأمر، افعل هذا ولا تفعل هذا. إيه؟ كأنه التربية هي أمر فقط. صحيح. وبعد مثلا الطفل تقول له مثلا هذه المقبس الكهربائي بريزا، ما تمسش هذه مثلا كما نقول احنا بالعامية فا. الطفل عقله كامل في فا هذيك. وش هي فا؟ ما معناها؟ علاه قال لي بابا ما تمسهاش؟ لأنه كما يقول جون جاك روسو، يسموه الأوروبيين في رسول التربية بين قوسين على كل حال، يقول عقل الطفل في يده، في فمه ويده، هو يروح يمسح بيعرف شو هي هذه، أو يأخذ الفم، وحنا نقول له كل شيء يديه الفم، لأنه هو يكتشف عن طريق فمه ويده. نعم. فلما أنت تقول هذه فا، هذا المقبس فا، هو الطفل عقله كل في هذه كفا، بمجرد ما يروح الأب ولا الأم، يعني تفعيل لغة الحوار أستاذ. إيه، فهذا يعني فيقتضي في البداية التأديب. ثم بعد السنة السابعة تأتي مرحلة التأديب، علمه لسبع. المرحلة الأولى مرحلة التعليم، أو لاعبه، رواية لاعبه، رواية علمه، أو لاعبه، يعني مرحلة الطفولة. ثم أدبه لسبع، ثم يعني تقريبا إلى مرحلة الفتوة أو المراهقة 14، صاحب المصاحبة. وهنا نأتي بعد ما تشبع الطفل حنان، تشبعه لعب، تشبعه يعني للأسف قيم. أنا هنا يعني مجيء هنا العاصمة حديث فقط، نشاهد ضغط كبير مثلا في الصباح. يعني نحكي قصة ما عندهاش كثيرا، أنا خارج من الدار نخدم متجه للثانوية، نجد الطفل داير هكذا ويجري في الشارع، وباباه يما شد ابنه وباباه يجري وراه، والطفل ما باش يجري بطريقه هلعه خايف. انا لحقته، مع لحقته ضميته حطيت له هكذا يدي، نظر يبكي هكذا وترخ خلاص. وبعد جاء باباه بشكل عنيف، قلت له ما، قال لي اعطيه لي، قلت له ما نعطيه لكش. قال لي انا باباه، قلت له حتى انا بابا، خليه يفرغ، حتى انا بابا خليه. هو الطفل ريح، قلت له يا بابا الطفل راه مضغوط،
قال لي يا ابني انا ثاني راني مضغوط وانا وراح الحال. صح هو ما يفهمش ما يفهمش باللي راه راح الحال وانت راك مديه وانت والمدام الطفل ما يفهمش. لازم هذاك الضغط نحاولوا نعزلوا ابائنا عليه فهذا شيء مهم. فلعبوه نشبعوه هذيك المرحله تاع 6 سنوات الاولى او قبل المدرسه. لما يدخل المدرسه تاتي مرحله التعليم، يتعلم في المدرسه ويتعلم في البيت. فهنا مرحلة التعلم، يبدأ الطفل يسأل، يبدأ يكتشف ما هو. وهنا رسالة للمعلمين رغم كل الظروف، لكن هؤلاء فلذات الأكباد والأبناء، يعني رغم البرنامج والكثافة وغيره، لكن ما نحاولوش نقمعوا ذيك الرغبة في الاكتشاف والتعلم عند الطفل. خلوه يسأل، حتى لو ما قدرناش نجاوبه قال يا والدي سأجيبك غدا. سنتكلم أستاذ عن المؤسسات المسؤولة أيضا والمشاركة في تربية الأبناء بعد قليل، لأنه في المرحلة 6 سنين الطفل يروح للمدرسة، فنوعا ما يحب ذاك الوسط تاع اللهو واللعب وتجي مرحلة التعلم. بارك الله فيك. بوركت أستاذ، وأيضا من بين وسائل تربية الأبناء هو مشاركتهم في الأفعال الخيرية، في تعلم القيم بتفعيلها هكذا على أرض الواقع. إلى أي مدى أستاذ قد تحميهم هذه الوسيلة التربوية، مشاركتهم في الصداقات، في أفعال الخير؟ أنه حتى احنا الجزائريين عندنا عادة جيدة أنه دي هذا الطبق إلى الجارة، ولا دي هذا الخبزة سخونة إلى الجارة. هذه الأفعال يتساءل عنها الأطفال، يجب أن فقط أن نحط النقاط على الحروف، تفعيلها وتصحيح المعلومة عند الطفل وقولبتها هكا في شكل جميل جدا. إلى أي مدى تساعد هذه الفكرة في ترسيخ البر في نفوس أبنائنا وحمايتهم من العقوق مستقبلا؟ تشكرين الأخت الإيمان. تتميما لما ذكره الأخ أو تلخيصا لما ذكره، عملية اختيار الإبن البار تبدأ قبل الزواج بالاختيار، حسن الاختيار من الطرفين. أكيد المرأة لا تعطى لكل من هب ودب. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. في المقابل أيضا تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا شيء أساسي نبه إليه الشيخ وهو مشكور. بالنسبة لمشاركة الأبناء، لمشاركة الأبناء، هذا يدخل في مقام القدوة في التعليم، يدخل في مقام القدوة في التعليم. بمعنى ينبغي إن أردنا تعليم أبنائنا لا نقتصر فقط على ما نقوله من مواعظ ونصائح، وإنما لابد من ملاحظة هذا الابن لهذا الأب الذي يمارس ما يطلبه منه أبوه. إن أردت أن يؤدي أبناؤك زكاة الفطر فلا بد أن تشاركهم في ختام رمضان بأن تخرجهم معك وتوزع أمامهم أو تأمرهم بتوزيع زكاة الفطر، حتى يتأصل هذا الفعل فيهم ويبقى في ذهنهم إلى أن يكبروا، ولا ينحرفوا بالامتناع عنه إذا ما كبروا وكونوا أسرا. التفاعل أيضا بأداء العبادة أمام الأبناء ينبغي. ولذلك شوف سبحان الله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي وأمر بصلاة النوافل أن تؤدى أين؟ تؤدى في المنازل، حتى نشارك أبناءنا ويشب على عقلي وتذكر أمر الصلاة التي هي عماد الدين. من أقامها أقام الدين، ومن تركها ترك الدين. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نصلي أمامهم ويصلوا بجنبنا. هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا، وهو الذي كان قدوة، وهو هو قدوة البشر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي ابن عباس عنه كما في صحيح مسلم أنه بات ابن عباس عند خالته ميمونة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقصد شنا معلقا فتوضأ، فلاحظه ابن عباس يصلي، قال فقمت فتوضأت نحو وضوئه، ثم قمت عن يساره فأخذني النبي صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفعل بحضرة ابن عباس
ولد عند ابن عباس حب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أيها الأب أن تصنع ابنا بارا لابد أن تشاركه وأن يشارك، لابد أن تعمل على أن يشاركك في أداء ما أمرت بأدائه حتى يشب على ما شبت أنت عليه. وإنما ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. إذن أمر القدوة أمر وأمر المشاركة التفاعلية للأولاد، مشاركة الأولاد لآبائهم أمر ضروري لترسيخ مبادئ التربية الإسلامية التي ننشدها أو الصلاح الذي ننشده. ربي هب لي من الصالحين. أمين يا رب العالمين. بارك الله فيك شيخنا. وأرقامنا الهاتفية تظهر أسفل الشاشة بين الفينات والأخرى لتلقي اتصالاتكم مشاهدينا. أستاذ شعيب عبو، وبين البر والطاعة والإنصياع خطوط رفيعة، كيف يمكن أن نفصل بينها في التربية؟ في الحقيقة البر والطاعة يمكن أن نضعهما في كفة والانصياع في كفة، لأن البر يعني هو الخير والإحسان والطاعة كذلك يعني، إنما الفرق أن البر أعلى. يعني دائما احنا في اللغة اختلاف الحروف واختلاف المباني يؤدي إلى اختلاف المعاني، ولذلك الله عز وجل أمر بالبر ولم يأمر بالطاعة. نعم. الوالدين يعني أمر ببر وهو أعلى درجات توسع في نعم أعلى درجات الطاعة، ليس فقط طاعة بل تقديم الأفضل. نعم تقديم أفضل ما يكون عندك. ما عندك. وهنا وأنا أتحدث استحضرني حديث الثلاثة نفر الذين يعني نعم أغلقت عليهم الصخرة في الكهف، فقال أحدهم في بني إسرائيل قال والله لا ينجينا إلا أن ندعو الله سبحانه وتعالى بأحب أعمال ما قدمنا وأخلصنا. فأحدهم قال كان لي يعني والدين ولا أغبق حتى يعني يغبقان، فيعني ما نشربش الحليب الطازج ولولا لا أنا لولادي لا مرتي حتى يكونوا هما لولين. فقال مرة لقيتهم نايمين، فقال كنت حامل الإناء واقف عليهم وأبنائي يبكون يريدون الحليب الطازج، فقال ما شربوا أبنائي حتى نهض والدي وشربا هنيئا مريئا، اللهم إن كنت فعلت ذلك لوجهك الكريم ففرج علينا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة. وهذا هو البر، هذا هو البر الذي يريده الله سبحانه وتعالى، وهو من الطاعة، وهو من الطاعة. أما الإنصياع فهو نوعا ما معنى سلبي، ليس جيدا في التربية. يعني في التربية قد ننشئ ابننا بالأوامر قد ينصاع إلينا وينصاع بالضبط. الأخطر أنه قد ينصاع لآخرين. هذا هو لماذا؟ لأننا نعوده على الضعف، نقتل شخصيته القوية. نحن اليوم أنا فقط يعني اليوم البارح أعالج مشكل عندنا طفل شاب في الثانوية مراهق عنده شخصية قوية، ولكن المشكل مازال عنده شيء من البراءة وشيء من الطيبة، مازال شيء من هكذا نعتبره، لا نقول شيء آخر، منوي. هذه يا شيخنا منوي مسكين ما يعرفش، ولكن عنده شخصية كذا. فخفت أن تقتل في تلك القوة في الشخصية بسبب تصرفاته وتنبيهات الأساتذة وكذا. فقلت لهم يعني إحنا نحافظ على جانب القوة فيه لا نقتله، وفي نفس الوقت نحاول أن نؤدبه ونربيه. لأن بعض الآباء مثلا إحنا في الثانوية عندنا إشكالية اختيار التخصص، الآباء يفرضان التخصص على الولد ومن بعد يروح الولد للجامعة ومن بعد يولي في إشكالية، ما يبش يقرأ وما يبش يكمل وما يبش كذا. لا، الإنصياع ليس طريقة تربوية، وليس كما قلت أستاذة عندما أعلمه أن ينصاع لي خوفا وكرها سينصاع للآخرين. أقتل فيه تلك الشخصية القوية وأجعله ابني ضعيفا ينصاع لمن هب ودب، أي شخص يخاف منه أو يغريه بشيء مستسلم منهزم. ولذلك الإنصياع معنى سلبي ليس معنى إيجابي، إنما نقول نحن دائما عودوا الأبناء على الخيار، أغرس فيهم قوة الاختيار، ولو نستخدم معهم أساليب الإقناع يعني هي شيء من المكر، التوجيه. ابني مثلا أريده أن ينام على الساعة 9 بعد العشاء، أنا أقول له ولدي تنام على 9 ولا 8، 8 ولا 9، يا راح الآن ترقد الآن 8 ولا 9، يقولك لا بابا خليني
راح نقرا راح نلعب راح نتفرج ونرقد على التسعه. تقول له خلاص قرار قاطع؟ يقول قرار خلاص اتفقنا وانا علمته يقرر بنفسه هو راضي ويروح يرقد التسعه يروح يرقد حتى وينسى روحه او كذا. كي نقول له ولدي او تقول له الام بنيه قلت لي التسعه يروح لانه خلاص. فهنا نعلمه الاختيار. مثلا كي نجي رايح نشري له الازياء اللباس دائما نحطه في وين نحوس انا بصح نخليه هو اللي يخير نخليه هو اللي يخير. ودائما الحوار حوار الابناء يفهمون نعلمهم نحاورهم حتى ان اختار شيئا سيئا يعني يمكن ان يعني نحاوره قال هذا سيء هذا كذا هذا كذا ونجعله يتحمل مسؤوليه اختياره ويتحمل أيضاً. وان اصر ففي بعض الاحيان اتركه بارك الله فيك. مثال حتى الخطأ يعلم الخطأ يعلم الله يفتح عليك صحيح أستاذ استسمحك فقط حتى استقبل مكالمة الحاجة بريكسي معنا في الهاتف. السلام عليكم الحاجة. السلام عليكم معنا الحاجة بريكسي. أهلا صغيركم أهلا ومرحبا. سيدنا محمد قال لي تبع هذا الرأي الزين المتين اللي ينفعنا اليوم اليقين مهما رحنا كبار رحنا نتعلم منكم ونقرأ من عندكم بارك الله فيك. واه بنتي على خاطر قال لك ما زاد بالصوف غير الخروف بنادم عمره ما زايد مكمول كمال لله ونتعلموا من بعضنا بعض اخطر ما تعرفيها لا من عند واحد مولى 4 سنين ولا من عند شي باني مولى 80 بارك الله فيك حنا نتعلموا منك كثير واه بنتي وما تعرفيها عند اللي يركع في كل وقت في الجامع ولا عند اللي راه بالقرعه راه بالراي تقل فنطلبوا ربي يعفو عليه كل عود بدخانه. الانسان يخصه يكون متواضع وليداتكم الا بغيتوا تنجحوا بهم وسمحوا لي يا بناتي ويا ولادي كما ربينا حتى حنا ولادنا ورباونا والدينا صحيح بوريكسي حتى الشجره كديريها في التراب اللي يليق لهذاك الغرس وتنتبهي لها ما لا عوجه ولا ما خاسره على خاطر كي يقول له مين داك الايمان داك الفرع قال له من ديك الشجره ولا بدك تجي معاهم بالسياسه وبلاتي هي احسن شحال يعواجو يكذب عليك يقول لك الدريه لا ما توليش لوالديها بصح المراقبه من الصغر في الدار صحيح تعلميهم يحشموا من الكبير ومن الصغير نعم وتعلميهم يحشموا من باهم على خاطر الام حتى هي يحشم منها ويقادروها بصح الام الاب دائما يليق له تكون عندها هذيك الزهره نتاع السبع على خاطر كاع الناس تخاف من السبع الانسان الراجل هو السبع والمراه هي الغابه تربي ولادها على تربية حسنة وليق لها تكون معاهم أمهم وتكون صحبتهم وتكون غولة وتاكلهم ماش باش تطلعهم على نظام وتدي الرحمة وتدي السياسة تاع وليداتها ويقادروها ويقادروا الناس خطر لا تسروا عليها في الدار برا ما يقولوا يقادروا لا جار ولا أم ولا جد ولا والو كي ولدتهم وتعبت عليهم غير ديك 9 شهور ماشي راها سهلة تربيهم تربية حسنة وكيما ما تفهملهمش بزاف تبلغ الرساله لبوهم ما تخليش في دار غفلون حتى يكون في جماعه يبقاو يحشموا فيه ولا يكذبوا وكي يكبروا ولا بد شحال ما يغيسوا يوليوا للتربيه اللي قراتهم عليها امهم شحال ما تقريهم من المدرسه الام اللي عليها الشيء اللي كاين وتخلي الجار يربي والعم يربي والبو يربي ملي ما بداش يربي الجار وما يربيش العم وكل واحد يقول لك يديها في راسه اي صاي قال لك الغنم بلا راعي ما تما غنم يا ربي عاونكم ويسامحكم وسمحوا لي الحاجة. بارك الله فيك الحاجه وشكرا على هذا التوجيه ويعني الحاجه بريكسي مدرستنا في هذا البرنامج بارك الله فيك شكرا لك. استاذ عبد الرزاق ابزيز كيف يساعد الدعاء والصدقه في تربيه الابناء خاصه في جعلهم بارين ايضا؟ اكيد الاخت ايمان من الاسباب التي تعمل على صناعة الابن البار وتعمل على تجنيب الابن الضياع والانحراف أو ما يسمى بالابن العاق التوجه إلى الله عز وجل والتضرع إليه بأن يرشد هذا الابن إلى ما فيه خير خير الدنيا والآخرة وهذا الأمر فعله من سبقنا وأمر به ربنا محمد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الله عز وجل يعلمنا في كتابه أن ندعو بهذا الدعاء ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
أصلح لي في ذريتي. إذا مباشرة الإصلاح في الذرية المتدخل الأكبر فيها هو رب العزة سبحانه وتعالى. لما؟ لأن الصلاح مربوط بالقلب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. قد يبذل الإنسان جهده ولا يترك صغيرة ولا كبيرة تساعد في إرشاد هذا الإبن، لكن يجد الأب نفسه عاجزا لكثرة التيارات الجارفة لهذا الشاب، فينحرف ذات اليمين وينحرف ذات الشمال. فهنا يعلمنا ديننا أن نتوجه إلى رب العزة سبحانه وتعالى المالك لقلوب العباد. فدعاؤنا دائما اللهم أرشد أبناءنا لما فيه خير الدنيا والآخرة. والله العظيم يعني هذه تجربة شخصية، أنا كثيرا ما أرى نفسي في أسرتي عاجزا عن تحقيق ما أربو إليه، فتجدني بين الفينة والأخرى أراجع ربي سبحانه وتعالى في تضرع تام وأقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي في تربية أبنائي وصلاح أبنائي، اللهم أصلحهم، ربي أصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فلا ينبغي على الإنسان أن يعني يترك هذا الجانب المهم والسبب توكل القوي في صناعة الابن البار. نسأل الله عز وجل أن يصلح ذرياتنا وأن يحقق أملنا فيهم وأن يجعلهم صالحين في الدنيا من أهل الجنان في الآخرة. أسكننا الله عز وجل الجنان جميعا. بارك الله فيك وآمين يا رب العالمين، وفقك الله في تربية الأبناء ونحن أجمعين وأبناء كل المسلمين. أستاذ شعيب، كيف نكيف أساليب التربية الخيرة بين جيلين مختلفين في زمن تزحم فيه التكنولوجيا والوسائط الإلكترونية تربية الآباء والأمهات؟ نعم، سؤال ممتاز أستاذ إيمان. أحبيت نحيي مهمتنا كلامها رزين وزين. الحاجة بريكسي. إيه الحاجة بريكسي كلامها رزين وزين الله يبارك. فوسائل اليوم من أكثر أعداء التربية وسائل الهاتف. منغصات تربية. الهاتف. يعني هو مشكل لنا ككبار فما بالك بالأطفال الصغار. والعجيب يقول لك يعني نرجع يقول لك هذو الأطفال كفار، يقول لك عمري بني في عمره عامين ويرشاشي ويشعل، منين هذا؟ إنه تعلم من بطن أمه. في بطن أمه. الدراسات العلمية الحديثة تؤكد أن ما تفعله الأم كثيرا يؤثر. يترسخ في اللاوعي. هنا نذكر ولدنا اللي راهو الآن يعني الشيخ عبد الرحمن أصغر حافظ لدى جائزة أصغر حافظ في القرآن الكريم. لما نتفكر هو طفل صغير يعني لما حكي عنه قال أمه كانت تقرأ القرآن وتنويه لولدها، فالطفل نطق بكتاب الله سبحانه وتعالى، صدقت فصدقها الله سبحانه وتعالى. فطبعا ونحن بين الجيلين، أولا يعني الطفل من الخطير جدا أن يعطى الهاتف للطفل. يا آبائي وأمهاتي يا إخواني وأخواتي، لما تمدوا الهاتف للطفل باش تسكتوا، على بالي تعبانين وعلى بالي ضغوطات والهاتف يسكتوا، لكنكم يسكتوا اليوم لكن سترون عندما ينطقوه ويصبح مفتول العضلات ماذا سيفعل. تراكم الكارثة. والله تراكم. الطفل لديه سرعة تعلم رهيبة جدا، الصورة التي تراها أنت ولا تأبه لها، سرعة التأثر أيضا، سرعة التأثر. لأنه لماذا؟ لأنه الفكرة تصبح قول وتصبح فعل وتصبح بعد ذلك عادة. يقول لك ابني كان، ابني أنا علمته وقريت القرآن، ابني كذا، أنا ابني كان متميز في دراسته. وش به لما ولا في المراهقة؟ لما ولا في المراهقة أصبح يرى في نفسه رجلا، وأصبح ترى في نفسها فتاة، ولا تستطيع، هو ليس ذلك الطفل الذي تريد أن تتحكم فيه، ولا يقبل لك ذلك ولا تقبل لك ذلك. ولا كان ذلك الطفل الصغير ولا كان ذلك الرجل. هو الآن يعود لما غذي به من الصور ومن الرسومات والأفلام وما يشاهدون، شيء خطيرة جدا اليوم يشاهدنا أبناء. أنا كنت سأتحدث عن قبل مدة حول كتاب سحر. اليوم كل الشباب يحدثوني عنه، الشيخ يقول لي وش هو ذاك الكتاب وش كذا، واني قريت منه شوي. يا ابني وش قريت هذا؟ ايوه ما بيتش نذكره حتى لا اعرف به، ولكنه اليوم راه في تيك توك عند الدراري راهم يقراوا فيه. كفر.
والمشكل لعله بعد ما يقرا فقط كلمات قد يمتلكه الشيطان والعياذ بالله. انا يسقسوا فيا شباب ومشي في قسم واحد قالوا لي راه كامل، انا قلت كيف وصلوا لهذا؟ شيء خطير جدا اليومي. فنحن الهاتف يجب ان لا يعطى للطفل، يجب ان لا يعطى، بدل ما نعطوا له الهاتف نعطوا له ذيك القعده الزينه اللي يحبوها الاطفال تحت مراقبه اللي يحبوها. شفنا استاذ في سنوات ماضيه العاب الكترونيه خطيره جدا ادت حتى الى الانتحار. ادت الى الانتحار. انا اليوم افلام، انا كنت البارح اتكلم على افلام رهيبه جدا راه تبث، هذاك عم جدو العم جدو وغامبل وواحد الرسومات وواحد الرسومات ما عندها حتى قصه ولا قيم، حتى القيم الموجوده يعني لا قيم ولكن حتى الافكار الموجوده فيها هدامه جدا والاطفال يحبوها والاطفال راهم يشاهدوا فيها. فلذلك الاوروبيين رغم احنا مسلمين وش علمنا ديننا الدوه الاوروبيين راهم يطبقوا فيه في مجال خاصه في مجال هما مشكلتهم في المراهقه الاوروبيين، لكن في الطفوله هم يشبعوا الطفل يهتموا بهذا الامر يعني، لكن هما مشكلتهم يعني في المراهقه خاصه بسبب يعني نمط تفكيرهم وعيشهم وكذا. يعني كنت اتكلم انه لمن لا تاثر بالرسوم المتحركة بالرسوم وغيره. فانا بدل الاطفال الاوروبيين يمنعون البرامج عن التلفزيون كثيرا، مقننة تلفزيون لا يشاهدون أي شيء برامجهم كذا، في حين أنهم يزاحمون الأطفال باللعب. الطفل شكون نقول قبيل يحب اللعب، فنحاول نلعب به، نحاول نشري له ألعاب، نرجعوا لعاداتنا احنا جيلين بكري الطفلة ندير بوبية. شيخنا في هذا الإطار بالضبط وسائل التواصل الاجتماعي كانت حجر عثرة في بناء الابن البار. لما الوالدان انشغلا انشغالا كليا عن تربية أبنائهم بانشغالهم بالفيسبوك وتويتر واليوتيوب وهلوم جرا. هل صار الأب أو البنت أو الأم تقضي الساعات الطوال لا تكلم ابنها لا تراقب ابنها، واحدة مشغولة بالطبخ ربما لأننا مجتمعات لم تهيأ لهذه التكنولوجيات. لكن ينبغي على الوالدان إن أراد حقا تنشئة الابن البار لابد من التفرغ التام للأولاد، اهتمام بهذه الجزئية إن كان ولا بد من يعني الانشغال بهذه أمور التواصل، ولا يمكن يعني الاستغناء الكلي عنها لأنها يعني كما نقول يعني جارفتنا جرفا ولا نستطيع التحرز الكلي عنها، لكن ينبغي على الأمر أن يهذب وأن يعدل وأن يؤخذ فيها بمقدار معين. ينبغي أن لا نسترسل على حساب أبنائنا وعلى حساب تربية وتوجيه أبنائنا، وإلا سيضيع أبناؤنا، والسبب في ضياع أبنائنا هو أنت أيها الأب الذي لم تتفرغ، وأنت أيتها الأم التي تقضي الساعات الطوال مع الفيسبوك ولا مع المسلسل الفلاني أو مع الدردشة الإلكترونية. هذا ينبغي ألا يكون. طيب أستاذ ما هي مسببات العقوق خاصة عندما يكون الطفل أصبح رجلا؟ من مسببات العقوق هذه عدم التفرغ التام لتربية الأبناء، التفرقة بين الأبناء. لكن أستاذ كاين نقطة مهمة في هذا الموضوع، أنه في أسرة واحدة نجد العديد من الأبناء، نجد ثلاثة أربعة يخرجوا لك صالحين، ولكن دائما يعني ما نقولوش دائما، قد يكون أختي إيمان ربما يكون واحد نعم عاق أكيد، قد يكون الوالدان سببا في هذه في هذا الانزلاق وهذا العقوق. لما اقول الحذر، كل الحذر من التفرقه والتمييز بين الابناء، حتى في العطيه، حتى في الابتسامه، حتى في الاحتضان، ينبغي ان تراعي العدل، اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العدل في التربيه في الوقت في كل شيء، حتى في العطيه. كاين حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، سبب هذا الحديث حدث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ان نعمان بن بشير رضي الله عنه يقول نحلني ابي نحله، اعطاني عطيه بستان او كذا، فجاء بي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نحلت النعمان نحله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال لا يا رسول الله، قال اتقوا الله
واعدلوا بين أولادكم. وقس على أنا ملمح نفسي. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا وقال له لا تشهدني على جور، اعتبره جورا في رواية، قال أشهد على هذا غيري في رواية أخرى. لما؟ لأن له آثار سلبية تعود على علاقة الأبناء فيما بينهم، وعلاقة الابن هذا الذي فضل تجاه والديه اللذين فضل أخاه أو أخته عليه. فقد يحرم الأب أو البنت من دعاء هذا الابن حينما يكبر، لأنه يظن ويعتقد أن أباه قد يعني قد هضمه حقه بتفضيله أخيه عليه، وهذا من الخطأ. وقد يكون سببا في نشوء عداوة لا ينتهي مداها بين هؤلاء الأولاد، قطيعة، وهذا مشاهد حتى في الأسر. يعني نعرف من جيراننا، نعرف من أقاربنا في بلادنا وفي غير بلادنا، هذا كله بسبب مخالفة اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن أردتم أن يبركم أبناؤكم فاعدلوا بينهم في العطية، اعدلوا بينهم في كل شيء، لا يكون هناك تفضيل إلا لمسوغ شرعي، إلا لمسوغ شرعي. يكون مثلا إنسان واحد معوق واحد صحيح، نعاون المعوق نظرا لعجزه، أو هذا إنسان تاجر، ابني هذا تاجر ولبس به ماديا، وهذاك مازال طالب علم في الجامعة، لا حرج هنا أن أفضله مع استرضاء الطرف الآخر. بارك الله فيك. حتى يعني مشاركتهم في بر ذلك الابن، مشاركة الأبناء في يعني في البر بذلك الطفل المعاق أو الأخ المحتاج. نعم. لا أغرس فيهم حبهم لأخيهم الذي أريد أن أفضله لمسوغ شرعي، وهكذا. أيضا من الأمور التي ينبغي الحذر منها، والتي يعني يتفق الباحثون في ظاهرة العقوق هذه بأنها من أسباب العقوق، الصاحب. انظر إلى ولدك من يصاحب، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. الصاحب ساحب، والقارين بالمقارن يقتدي. فأنت لابد أن تكون على حذر أيها الأب، وأنت أيتها الأم تراقب ابنتك. الأم أدرى بشؤون البنت، والأب أدرى بشؤون الأب، ولا حرج أن يتعاونا لإيصال هذا الابن أو هذه البنت لشاطئ النجاة، وإلا ستجرفهم الأمواج ويغرقون ولا يستطيعون إخراجهم من لجة هذا البحر الذي غرقوا فيه. الحذر كل الحذر، وهنا واجب المراقبة، واجب لا بد منه، لئلا ينحرف أولادك بسبب مرافقتهم رفاق السوء، لا بد أن تراقب وتنظر إلى زملاء ابنك أو رفيقات بنتك، كيف أخلاقهم، كيف هي أخلاقهم، كيف هي سيرتهم، من هم أهلهم، من هم أهلهم، هل يصلحون لأن يكونوا زملاء وأصحاب و يعني ومصاحبين لهم في الدراسة أو في الرياضة أو في أي شيء. شكرا. فهذا الأمر ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. إذن الحذر من التفرقة بين الأولاد والتمييز بينهم لغير مسوغ شرعي، الحذر كل الحذر من صحبة السوء وقرناء السوء، و ظاهرة انتشار المخدرات ما انتشرت إلا بسبب قرناء السوء. لو راقب الأب ابنه وراقبت الأم ابنتها، هنا المخدرات مش متعلقة بالشباب الذكور بركة، الآن ترى العجب في الثانويات، في الجامعات، في حتى في المتوسطات، بنات وبنين أقراص مهلوسة مخدرات. السبب ما الذي أوصل هؤلاء الأولاد إلى ما وصلوا إليه من انحراف وإدمان؟ هو غفلة الآباء والأمهات عن أصحاب أبنائهم. شكرا لك على هذه المفاتيح المهمة جدا في تربية الأبناء في الأسر المسلمة. أستاذ شعيب، العديد من المؤسسات المسؤولة عن التربية والمساعدة أيضا في تربية الابن البار، ما هي المؤسسات هذه وكيف تساعد الأولياء؟ ما شاء الله. شكرا. طبعا أول مؤسسة يجب في الأول هي الأسرة في الطفولة. الأسرة هي المؤسسة، هي النواة المجتمع، ونحن نركز عليها في السنوات الأولى للطفل الذي يحتاج والديه. وأنا أفضل يعني من شيء من
من تفرغ نوعا ما، ولو العمل يعني يحاول الإنسان، ولو أحد الوالدين الأب أو الأم يعني في فترة الحساسة هذيك السنوات الأولى لا يقدم طفل لأي مكان يعني إلى روضة لأي مكان لأي شخص، فهذه فترة حساسة. وهنا أود أن أنبه، صحيح أن الجانب المادي مهم ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في أيدينا ويجعلها في قلوبنا، ولكن في بعض الأحيان المعنى أهم، يعني مادة قليلة مع معاني عظيمة أفضل. وهنا أتذكر مثل صيني أن صيادان كانوا يصيدوا، فالآخر اختار سمكة، اصطاد سمكة كبيرة وأراد أن يعود. قال له صديقه: إلى أين؟ نحن للتو بدأنا. قال: يعني انتهى، أنا أكملت صيدي. قال: وماذا ستفعل؟ قال: سأعود للبيت، سأعود إلى بيتي. قال: لو أنك تبقى وتصطاد كثيرا فتبيع كثيرا لكي تفرح أبنائك وزوجتك. قال: إنما أريد أن أذهب للبيت لأفرحهم، فوجودي وجلوسي معهم وفرحة لهم. فالأسرة مهمة جدا. بعد الأسرة على الوالد والوالدة أن يبحث عن مرفق آخر، هو الحضانة التي ممكن يعني ستحتضن الطفل قبل المدرسة، فأمر مهم جدا. الحضانة المتميزة التي تخدم تعمل بمعايير علمية وتربوية وقيمية، التي تغرس الهوية، هوية هذا البلد من دين ولغة عربية وأمازيغية، مقوماتنا عاداتنا تقاليدنا تغرسها في الطفل. ثم الحضانة تأتي المدرسة في 6 سنوات، أو وهناك من يدخل أيضا ولده إلى المسجد، مدرسة قرآنية في سن 5 سنوات أيضا، يعني يقومون بمجهودات جبارة مشكورة، مشكورين مأجورين إن شاء الله. الحمد لله احنا دائما كل مرة يطلع علينا واحد بجائزة دولية، آخرها طلعت في الكويت في الريادة، ولله الحمد من ربي يدوم إن شاء الله هذا النور، هذا السرور على هذا البلد. لأن وهنا أشير إلى دائما أن أتحدث، القرآن مهم جدا في التربية، لأنه يعطي اللغة العربية للطفل، يعطي الطفل القيم، وأيضا يعطيه قوة ذاكرة، وذلك النور الذي يبعث في القلوب. أستاذ، قوة ذاكرة وما فيه من أسرار، فما خلط صحيح القرآن شيئا إلا باركه، إلا باركه. نحن يعني ثم المدرسة. المدرسة لا يسلم الوالد ولده هكذا للمدرسة، لا يستقيل. نحن نثق في المدرسة، نحن نثق في مديرها ومعلميها، ولكن متابعة. مش كي تجيب لنا عندك وليدك خلاص ما عدناش نشوفك إلا على جال نقطة ولا جيت الديبيلتا أو شيء من هذا، هذا خطأ كبير جدا. نتابع الولد، نروح للمعلم، نسأل على أحوال المعلم، نسأل على أحوال ولدي، نتابع ذاك الأستاذ، نشوف صديقه كما كان يقول شيخنا، فالصاحب صاحب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فالمدرسة مهمة. وهنا لماذا كاين الأولياء شركاء في المدرسة؟ لماذا؟ لأنهم شركاء في المدرسة، نعم، لأن دورهم مهم جدا في المدرسة. هنا أيضا بعد المدرسة هنا أبدأ أرى هواية ولدي، لعل ولدي الرياضة مهمة جدا، علموا أبنائكم كما يقول الخطاب الكشافة. أنا ابن الكشافة، أنا ابن الكشافة، أنا هذه الحمد لله، هذه الطلاقة مثلا أو التواصل أو كل تعلمته في الكشافة الإسلامية، جزا الله كل الخير القادة الذي أفرغون من أوقاتهم الكشافة الإسلامية. سأتحدث عنها، هي في ذهني، كنت سأتحدث عن النوادي، النوادي الرياضية، النوادي الفنية، إذا ابني عنده فن رسم، عنده كذا، مهم جدا أن نخليلوش ابني الفراغ، لأنه الفراغ هو عدو الإنسان، شيئان مغبونان فيما كثير من الناس سحطوا الفراغ كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الكشافة الإسلامية يعني مدرسة تربوية حضارية ما شاء الله. هذه الأماكن يعني هي المؤسسة، دور الشباب إذا كان الشباب، المهم أن يشغل الفتى بما يفيده. شكرا لك على جزيلة كل هذه المفاتيح وهذه القيم، وشكرا لك شيخنا على كل ما تفضلت فيه به في هذا البلاطو، ونسأل الله أن تكون جلسة نافعة لجميع الأولياء. اللهم نسألك بر أبنائنا، وأن بر أيضا الأولياء والوالدين. إذن مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم.